اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه سطات مع واحد الحاله ديال واحد السيد اللي كيعاني التشرد والطرد من طرف صاحبه المنزل اللي كان مكتره وعنده ما يقول في هذا الموضوع وناخذ رايه وناخذ تصريحاته. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم. اولا معكم صلاح الادريسي. نعم. غني عن كل تعريف، الناس اللي تعرفوني راني معروف في البلده ديالي في المنطقه ديالي بين الاصدقاء ديالي والعشيره ديالي. رب أسرة، أنا هو الكبير عند الوالدين، والدي طاعنين في السن، أعيش بالكد والجد بتواضع وبصبر وبتبصر في هذه البلاد السعيدة ديال سيدنا الله ينصره. وأولا تنشكر القناة ديالكم، لكم جزيل الشكر، ولولا ما ثقتنا بكم أنكم إن شاء الله غتوصلوا هذا الميساج اللي وصل للمسؤولين الى اعلى سلطه في البلاد اللي هو سيدنا الله ينصر سيدنا، واي مواطن تيقول الله ينصر سيدنا، واي مواطن شريف تيقول الله ينصر سيدنا والله يوفقه والله يطول العمر ديالو وسائر افراد الاسره العلويه الشريفه. كما هذه الرساله غتوصل لاي مسؤول على الحاله ديالي، وخاصه اوجه ندائي الى السيد وكيل الملك لدى المحكمه بسطات، الى السيد الوكيل الملك، شوف فيا وشوف من الحال ديالي. انا واحد المواطن، وهذا هو المشكل ديالي، واحد المواطن عادي كسائر المواطنين، غير هي الحاله ديالي جات بعد هذه الجائحه. هذه الجائحه جات عليا، هذه الجائحه جات عليا، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يحيد علينا على الوطن المغربي وعلى سائر المواطنين وعلى سائر العالمين هذا الوباء. الله يزيل علينا هذا الوباء، والحمد لله راه استبشرنا خير بالرياده ديال سيدنا ان شاء الله وهذه الحمله ديال التلقيح. انا واحد المواطن، ها هي الشكايه ديالي، انا واحد المواطن كنت عندي، كنت كاري في هاد سطات، في هاد المدينه مدينه سطات بالضبط في حي الخير في واحد الموبل، عن طريق واحد السيد توسط ليا مع واحد السيده اللي هي كرات ليا لابارتومون ديالها الشقه رقم 3 في واحد تزيئه الخير. المهم تنكري عندها لمده سنتين، تنخلصها عن طريق رقم الحساب البنكي ديالها عامين، وانا تنخلصها ما عمري ضيعتها في شي شهر. حتى جات هذه الجائحه، مني جا هذه الجائحه لربما نهار 20 مارس ديال السنه الماضيه، مني القضيه بدات تضعف هنايا لانني تنتحرك نشيط، تنترزق الله سبحانه وتعالى عن طريق علاقتي بالناس والتجاره ديالي وهذا، تنتحرك في سائر، انا الموطن ديالي هو سطات بالقرب من الدار البيضاء، وتنطلع الرباط تمشي لوجده تنسافر لاكادير. المهم مني الحركه وقفات، زرت انا اصلا تنزور الوالدين في كل ويكاند، تمشي عند الوالدين، درت زياره عند الوالدين في الباديه وبقيت عند الوالدين، ما بقاو لا قهاوي، ما بقاو لا ادارات، ما بقاو لا حمامات، ما بقاش الجو ديالنا اللي تنشطوا فيه فين تنترزقوا، حصلت عند الوالدين. السيده تنتواصل معها، السيده راه ثقه فيا، هي تقول لي انت كاخ ديالي. السيده ما عمري ضيعتها، شهر 3 راني نسبقوا ليها، شهر 4 في الاخر ديال الشهر 4 قالت لي ارسل لي حول لي الشهر. قلت لي يا بنت الناس راه جائحة هذه، وراه نحن في الحجر الصحي كسائر المواطنين، ولا ربما الحالة راه في العالم، راه ربما الأحوال ديال الكرة راه في العالم. المهم قالت لي خلصني، قلت لي يا بنتي نزل للمدينة راه غنخلصك، وزيدوا راه نجي لحيد الحجر الصحي، راه نجي للدار، راه رزقي في الدار، راه غادي نخلصك. بقات تتواصل بيا في أي لحظة، قلت لي يا بنت الناس راني غادي نخلصك، أنا راه ماشي ناكرك. جا شهر 5 اخر مكالمه اللي اتصلت بيا في الاخر ديال شهر 5، قالت لي ود الناس خلصني ولا جي حيد حوايج. قلت لي شوفي راه الحجر الصحي هذا، راه ما عنديش كيفاش نجي، راه غنجي راه غادي نخلصك. وفعلا ما تحركت حتى ارسلت ليها مني تنفس الحجر، مني تلقات الوقت، ارسلت ليها شهر 6، حولت ليها شهر 6 عن طريق الحساب ديال البنك ديالها. جمعت حوايجي، جايب شويه ديال السلعه، جاي باش نمارس النشاط ديالي كيف ما كنت. جيت دخلت الموبل، دخلت للدار، فاذا بي افاجئ باب ديال الحديد. البارطمان كانت في شكل، ولات في شكل، ولا فيها باب ديال الحديد، ما فهمت والو. والسيده اتصلت بيا حتى البارح تتقول لي راك انت كاخ ديالي، مزيان ملي رسلت ليها الشهر وشكرتني، ولكن رسلت ليها الشهر، رسلت ليها الشهر كانت تعلمني. بدون سابق انذار، بدون سابق انذار على الاقل كانت تقول لي ود الناس خبرك
هذه في حاله الا دارت واحد الباب كاحتياطي لان اون فاس مايا كاين واحد الاخت ديالها لربما بحال الاخت ديالها دايره واحد الباب احتياطي تقول لي يا ود الناس راني درت واحد الباب احتياطي والوقت فين تجي للسطات تا سلبيه لاننا تنجي واحد المسافه ديال 140 كيلومتر جي يا خويا وخذ الساروت ونكملوا بغيتي تبقى كاري بسم الله بغيتي تغادر المكان حيد حوايجك وهذا وما انا ما انا السيده من نهار اللي كريت عندها تنقول لها حاجه نهار اللي تبغي توقفي على الباغطومون ديالك تبغي علميني نخرج علميني بواحد 15 يوم يعني كنتي دابا هي قالت لي نعلمك بشهر قلت لها علميني غير ب 15 يوم تندبر على راسي تندبر على كريه اخرى وماشي مشكل راه عطى الله الكرا دابا هاد السيده الى حد الان انا تنتكلم معكم وراني شبه من الخيال هاد القصه اللي غتوقع لي هاد المشكل ديالي هاد الواقع اللي وقع لي تقريبا ما كايناش في المغرب ما كاينش شي مواطنه مغربيه ولا شي مواطن مغربي يدير هاد الحاله رغم الاحوال ديال الكره راه وقعت مشاكل عالميا وفي المغرب باكمله في الدار البيضاء في الرباط في فاسي ولكن الناس تصابروا كاين اللي ما خلص 4 شهور طيله الحجر الصحي وحتى التاثير من بعد الناس صابروا كاين اللي سمح للناس عدي ناس انا من العائله واصدقاء ديالي اولاد الخير سمحوا للناس في الكره ديال الاشهر ديال الجائحه ديال الحجر سيغتو ديال الحجر الصحي وما البني تحرك بنادم غير يخلص الكره ديالو وكاين اللي تناصص وكاين اللي يعني تساعدوا الناس كاين اللي تساعد يتسلف الانسان ويديرو فاش جيتي ولقيتي هذاك لقيت باب ديال الحديد درتي تواصلت بها نعم جايب السلعه ديالي والمسائل ديالي تواصلت بها قلت لها بنت الناس راه ما فهمت والو وما جاوبتنيش ما جاوبتني حتى درت بغيفي حتى درت مكالمه بغيفي قلت لها بنت الناس راه ما فهمت والو راني جيت لداري لقيت باب ديال الحديد قالت لي شنو بغيتي من دارك قلت لها بغيت ندخل رزقي والحوايجي وسلعتي ورزقي واتاتي والوسائل ديالي عندي كل شيء الروح ديالي رزقي جميع المسائل ديالي داك الشيء اللي بنيته في 20 عام كاين في هذيك الدار عباد الله انا ترتب في اي حاجه اي سلعه اي حاجه عندي في هذيك الدار حتى الوثائق ديالي والاغراض ديالي فلتت بلاكارت ديالي الحمد لله فلتت بلاكارت ديالي فين دارتهم دخلت للدار السيده بمعنى الكلمه هاد السيده لربما قالت هاد السيد من بعد الحجر الصحي دير الحركه ولا شنو وغادي يبقى مستغلني ولا هذا هاد السيده انتقمت مني دارت اجراء بوحدها شبه انتقام وما عرفتش ما عرفتش الدوافع اللي جعلها انها تنتقم مني نعم هذا الدواء اللي بغينا والنقطه اللي هي مهمه انها طبقات شرعيده واش هاد السيده ما خلصتهاش في هذه 4 شهور نعم لين فريد ديال الحجر الصحي دعيني الناس ديال القضاء يديروا لي الافراج لين فريد هذه لا ما خلصتهاش بلا جائحه لا. اما في الجائحه والحجر الصحي وانا تنقول لكم بان بقات غير شهر 4 وشهر 5 اللي ما خلصتهاش فيه شهر 6 راني خلصتها وكنت ناوي ندخل الدار كاين عندي الرزق في الدار غنخلص لي هذوك الشهور الجوج ونبدا معاها كما كانت هاد السيده تتقول لي ما عندكش الحوايج ما عندكش الدار ما تدخلش لدارك منعتني اتصلت بالناس ديال العائله قال لي وليدي تريت لربما هاد السيده تكون غير باغا دير باب احتياطي ولا شي حاجه تريت هضروا معها شي ناس عن طريق المساعده قال لي بنت الناس اش درت للسيد هذا قالت لهم هذاك السيد جوج كلمات هذه هي اللي بقات فيا بغى حوايجو الزنقه وراه تتشد على نفسها قالت لهم بغى حوايجو الزنقه هذه راه في الاخر ديال الشهر 6 البدايه ديال الشهر 7 تقول لهم لا بغى حوايجو ياخذ من الزنقه ويمشي بغى المخزن يفوت المخزن اللي يفوت الوكيل اللي انا فيا النفس وانسان طيب وهاد السيده مني دارت شرعيده انا راه تشاورت مع ناس هنا محاميين في الهيئه ديال السطات هنا محترمين قالوا لي يا ود الناس سير تتدير سير دخل للدار وبزاف والناس جمعوا لي الناس ديال الدرب قالوا لي فرقع الباب ودخل للدار انا لا انا مشيت للقضاء انا عندي ثقه في السيد وكيل الملك وعندي ثقه في القضاء وفي المؤسسه ديال سيدنا الله ينصره مشيت عند الدائره الاقرب دائره اللي هي الدائره الامنيه رقم 1 هنا بالخير السطات نعم. السلام عليكم قال لي شنو عندك قلت له مدير عندي واحد المساله ديال الكره قال لي سير للمحكمه فعلا مشيت للمحكمه قالوا لي سير دير شكايه عن بعد درت شكايه عطوني الفاكس درت شكايه للسيد وكيل الملك ها هي بتاريخ 3/7
للسيد الوكيل الملك عن بعد، الالفا كسره عندي. مشيت بحالتي للمحالي عند الوالدين، تسنيت واحد تقريبا 12 يوم، جيت للسطات تحركت، الحمد لله كاينين رجال الخير وقفوا معنا الرجال في الناس ديال الولايه ديال الامن، حتى حركنا الملف من المحكمه الولايه ديال الامن، الناس ديال الولايه مشكورين. جت الدائره ديال رقم واحد، السيد العميد ديال الشرطه ديال الدائره رقم واحد قال لي يا سيدي سير تنتصلوا بك الضابط اللي مكلف بالملف. فعلا دازت واحد السيمانه اتصلوا بيا، جيت عند الناس ديال الدائره، سمعوا التصريحات ديالي اشنو عندي، شافوا الشكايه لان حال عليهم السيد وكيل الملك في قيد البحث، سمعوا شافوا الشكايه، سمعوا الكلام ديالي اشنو عندك في الدار. قلت لهم حوايجي، اتاتي، اغراضي، نقودي، ملابسي، وكاينه سلعه اللي تنتحرك بها، انا تندير التجاره. قال لي سير تنتواصلوا بك، عطيتهم المعلومات حتى خداو جميع المعلومات. المهم فعلا دازت واحد ربع ايام، ثاني غوتوا عليا، جيت عندهم قلت لهم نظره جات عندكم السيده، قال لك السيده، السيده راه استدعناها، راه جات عندنا السيده، راه ناكره السيده. راه قالت لهم هذاك السيد خرج في الحجر الصحي، كيفاش انا كنت ممنوع باش نجي للسطات وجيت وهزيت حوايجي وخرجت في الحجر الصحي، كيفاش خرج هزيت حوايجي وهذا وخلص لك شهر 6، كيفاش خرجت في الحجر الصحي وانت في الاخر ديال شهر 6 فاش تواصلوا معاك ناس ديال الخير قلتي لهم حوايجو الزنقه، ياخذ حوايجو من الزنقه انك كنتي دايراهم ولا تعطيهم ليا للزنقه ولا شنو. المهم السيده ناكره، قلت لهم ديروا خدمتكم. قال لك اودي راه غادي ثاني، فعلا ثاني تواصلوا معايا، بقيت غادي جاي كانت حراره وانا تنجيب 140 كيلومتر، حتى جات واحد اللقطه الى درجه انني تنتسنى هاد السيده تعترف بالذنب ديالها وتعترف بالخاطئه ديالها، ولا حتى الناس ديال الامن يعرفوها بالنوع الخاطئه اللي دارت وبنوع الجرم اللي ارتكبت، ولا ربما السيده تقدر تنعل الشيطان وتسامح ولا تعطيني حوايجي ولا تخليني ندخل للدار الا كنا غنزيدوا. هاد السيده بالعكس، هاد السيده بقات مستمره في النكران ديالها، حتى جات المواجهه واجهونا بعد ما تحركنا وحركنا الملف ودخلوا بعض الاخوان مشكورين الله يجزيهم بخير. هاد السيده واجهونا، واجهتني بالنكران، واكثر من هذا انها رمات عليا، دافعت على راسها بطرق اخرى باش تنفي الجرم ديالها ولا باش هذا. قالت لي دايره لي التحرش، انا ما نتحرش بانسانه لي انا انسان محصن وشريف، ما انسانه لي بوليداتها. المهم اكثر من هذا، اخر ما سمعت من عند الناس ديال الدائره الاولى قالوا لي الاخوان راه عندك تقديم، هاد السيده راه مستمره في النكران، لان كانت النيه ديالي انهم يفرقعوا الباب، لان سمعت هاد وعدوني اول مره انهم يرجعوني للمحل ديالي ويدخلوني للدار ديالي ونباشر باش نترزق الله، لانني متشرد بعد ديك 4 شهور ديال الجائحه. دابا الان ما داروا ما والو، قال لك اودي الملف ديالك، راه السيد وكيل الملك احالك على حالكما على التقديم، عندكم تقديم. ودابا تقريبا دايره 4 شهور هادي، ما كاين والو، 4 شهور هادي ولا 5، وهاد التقديم راه طالع ليا، راني مشيت اليوم، راه بالمناسبه راه اليوم مشيت للنيابه العامه تنسول، قالوا لي ودي ها هي الشكايه ديالك راها مازال قيد البحث. واش 5 شهور هادي وهادي راه حاله مستعجله، واحد الانسان اللي هو متشرد ما بقى ما يلبس ما بقى ما ياكل، تيباتها في الزنقه واسره من بعد راه هي تشردات لان هو المعيل ديالها، وهاد الشكايه وفي ظل هذه الجائحه وفي ظل السياسه ديال سيدنا الله يرحمه الله ينصره الله ينصر سيدنا، انا تنوجه النداء ديالي من خلال هذا المنبر ديال النداء ديالي اولا للسيد وكيل الملك يعجل لي بهذا. الا كنتي غتقدم نعمه هذه السيده مني ما قسمش الله ودخلتوني رجعتوني لداري، قدمونا نواجه هذه السيده في المحكمه. هذا هو النداء، انا عندي الثقه الأخير. عندي الثقه في السيد وكيل الملك بمحكمه السطات، وعندي ثقه في سيدنا الله ينصره وفي القضاء المغربي، وبهذا المنبر ديالكم راني تكلفست وراه تمحنت وراني تشردت وراني وليت عاله على الاصدقاء وعلى العائله وعلى بعض الاخوان. الحاله ديالي راه ما شاء الله، راني انتحار يومي، هذا راه انتحار موت بطيء. هاد السيده كفناتني غسلاتني، ورغم ذلك ضربت كل شيء عرض الحائط، ثقه في راسها وثقه في عندها من يحميها وثقه في الجرم اللي دارت. انا تنوجه النداء ديالي لبعض المحسنين
بعض الفاعلين الجمعويين، بعض الحقوقيون ياخذوا الملف ديالي. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. شكرا لك، شكرا لك على التدخل، شكرا لك على هذا التصريح. اذا متتبعينا متتبعي قناه شوف تي في، شكرا لكم على تفاعلكم وعلى تواصلكم معنا على هذا البث المباشر من مدينه طاس مع هذه الحاله ديال السيد اللي كيعاني الطرد والتشرد من طرف صاحبه المنزل المكتره خلال فتره ظل على ظل جائحه كورونا. اذا متتبعينا متتبعي قناه شوف تي في، الى هنا ينتهي هذا البث المباشر، نلتقي ان شاء الله في بث مباشر اخر.